خلاص انا بابا من هنا. ما في صوت؟ ما لي زي فوق؟ تفضل رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اتوجه بكلمه للراي العام حتى ما يتفهم وضعنا غلط او خطا. نحن مر بين عبد الله امه وبيه ونحن كلياتنا ما ربيناهم على التطرف ولا على الغلو في الدين، نحن كلنا ملتزمين بالدين ولكن ملتزمين بالولاء للوطن اولا. وثاني شيء المؤسسه العسكريه اللي هي جامعه للكل بلبنان لكل الطوائف والمذاهب وكل انتماءاتها. نحن عم نحترمها ومنقدرها وفي عنا نحن شهداء بالمؤسسه العسكريه اولاد عمنا وقرايبنا وجيراننا من مشحى وبيقربونا. اللي بدنا نتوجه فيه للعماد قائد الجيش انه نحن بنضمن محاكمه اذا رجع لانه هو عم يقول انه واجه ظلم عند مسؤولينه او شيء لحتى يتم التاكد من هالحديث. بدنا نضمن بحضور الجنرال قائد الجيش على راس المؤسسه العسكريه اللي بنحترمها وبنقدرها كلياتنا واللي هي اصلا مؤلفه من ابنائنا ومن اولادنا. من مين هي؟ بدون المكونات اللبنانيه ما في شيء اسمه مؤسسه عسكريه. ونحن مكون اساسي بهالمؤسسه العسكريه اللي بنحترمها وبنقدرها. وبدي اتوجه لعبد الله ابن اخي انه يرجع عن الخطا اللي قام فيه، الخطا اللي ارتكبه، ويرجع يشوف وضع امه ويشوف وضع بيه ويشوف وضع الوطن وبلادنا نحن اللي عايشين فيها. لانه نحن ولائنا لديننا ولائنا لبلادنا لبلدنا. وانا برايي اللي ما عنده انتماء لوطنه ما عنده انتماء حتى لدينه حتى لاي مذهب ولا شيء. حب الوطن بينبع من انسان بيكون عنده دين بالاول وبعدين بحب وطنه. لحتى نحن نكون نوضح للراي العام وللاخوه كلهم وللعسكريين الموجودين بالخدمه كلهم ابنائنا وكلهم اخوتنا. ولنوضح لاخواننا بجبهه النصره او غير جبهه النصره انه نحن بنترجاكم ما تصطادوا بالماء العكر. وهيدي المواضيع وهيدي الامور نحن عندنا شعب عم يعيش من وراء المؤسسه العسكريه وشعب عم عايش على قد حاله. ونحن في عنا اخوه لهالشاب مقدمين على الجيش اكثر من 4 5 اولادنا كلهم بهالمؤسسه. وبنتمنى على الكل ما ياخذوا فكره غلط انه في بيئه حاضنه لفكر التطرف في مشحى كلياتها اولا وعنا بالعائله ثانيه.